تحدث الحسين الحياني، وتحدث كذلك محمد المتوكل، وهذو صحفيين رياضيين متقاعدين، تحدثوا على هذا الملف هذا، وقالوا بانهم تتهموا، يعني تتهموا القجع بانه كذلك حسن الناصري، بان حسن سعيد الناصري، بان سعيد الناصري كان يقوم بمنح الاموال للقجع من اجل اولا جعله الاقوى داخل الجامعه الملكيه لكره القدم، ثم كذلك كانت هذه الاموال تتعطى للقجع باش انه يقوم ب يعني بانه يقوم برشوه الكاف، وكذلك تمكنه من حمايه ومن نفوذ داخل الكاف حسب القول ديال الرياضيين هذا الرياضيين او الصحفيين الرياضيين. وهذه مسائل اللي هي مهمه تتبرز بان الاموال ديال الكوكايين كانت تتوجه للرشوه، وكذلك تعزيز النفوذ ديال 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 المخزن داخل، سواء عبر في المجال الدبلوماسي ولا كذلك في المجال الكروي. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.